الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأفاضل الخيار، كل باسمه وسمته ومقامه وجميل وصفه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والملاحظ لتنزيل بيناته شرفه الله وعظم، يلاحظ أنها قامت على أربعة أصول كبرى، واستوت على أربعة أركان عظمى. أولها التلقين، وثانيها التنفيذ، وثالثها التمرين، ورابعها التكوين. هذه هي الأصول الأربعة التي أدار النبي صلى الله عليه وسلم مهمة الإخراج إلى النور التي بعث بها شرفه الله وعظمه، التي نص الله عز وجل عليها في قوله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وإلى صراط العزيز الحميد. فبالتلقين أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله الشافي للناس، وبالتنفيذ بيّن صلى الله عليه وسلم للناس كيفية التعبد المرض إلى الله عز وجل الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. وبالتمرين وجه النبي صلى الله عليه وسلم سلوك الناس وصححها حتى تستوي على معاني القرآن الكريم. وبالتكوين كون النبي صلى الله عليه وسلم حملة رسالته بالشرط الذي يخدم عالميتها ويضمن استمرارها. وقد فقهت الأمة عبر تاريخها هذا الركن الكبير في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو التكوين، فوفت بحقه بإنشاء المعاهد والمدارس والمؤسسات والجوامع، وتصنيف الكتب، وتأليف الورقات، ووضع الحواشي وصنوف المصنفات، خدمة لهذا الركن الأصيل في دعوته صلى الله عليه وسلم. والتعليم العتيق هو نموذج لهذا الوفاء الذي بقيت الأمة حريصة عليه، تبذل فيه الغالي والنفيس من أجل أن تبقى هذه السنة مستمرة ومتواصلة، ومن أجل أن تبقى الحجة الدينية ظاهرة، ومن أجل أن يكثر سواد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المشروع العظيم الذي نعيش أجواءه الروحانية هذه الليلة هو نموذج لهذا الوفاء الذي ينبغي أن نفرح بالانتساب إليه، ونفرح بالقيام بحقه، ونفرح بتدبيره وتسييره، ونفرح بالإنفاق عليه الذي هو من أجل النفقات عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أبنائي الأعزاء، ينبغي إذا ذكرتم التعليم العتيق أن تذكروا عدة أمور. أولها أن تذكروا شرف هذا الاسم،
شرف هذه المادة المكونة من العين والتاء والقاف. فإنكم إذا تأملتم في معاجم اللغة تلاحظون مستوى الإبداع عندما المضر الذين اختاروا لهذا الصنف من التعليم هذا الاسم الذي ينبغي أن نعتز به، لأنه يعني العقل ويعني الحرية ويعني الكمال ويعني الجمال ويعني الفحولة ويعني الإصلاح ويعني القدم ويعني السبق ويعني الأولية، كلها معاني كلمة عين تاء قاف، من أجل أن نلحظ كيف فقه من مضى شرف هذا التكوين الذي يخدم أصل تكوين النبي صلى الله عليه وسلم ونعتز به. لا ينبغي أن نشعر بالحرج إذا نسبنا إلى هذا التعبير أو ذكرناه في مناسبة من المناسبات، فهو اسم مختار بعناية دالة على مستوى الوعي الذي كان عند من مضى. ثم لابد من أن يذكر المنتسب إلى هذا التعليم أن هذا التعليم لا ينتهي مجاله في هذا العالم الحسي الذي نعيش فيه، فميزته أنه يتجاوز هذه الحياة إلى الحياة الأخرى. ولأجل هذا كان المنتسب إلى هذا التعليم مخرجا للناس إلى النور، من أجل أن يظهر له الإسعاد الذي هو من معاني العتيق، ومن أجل أن يدل الناس على نهاياتهم، ويدل الناس أيضا على احتياجات هذه النهايات لتستقيم أحواله في أقواله وتصرفاته واعتقاداته وصروف معاشه. فالمنتسب إلى هذا التعليم لا بد وأن يستشعر هذه النهاية التي يمتاز بها. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يكون عليه أمثال أبنائي الأعزاء هو أن هذا التعليم لا بد فيه من الجمع بين العلم والعمل معا. لا بد من أن يكون المنتسب إلى هذا التعليم عالما عاملا ربانيا متخلقا منتميا مؤتمنا على هذه الوراثة التي تحملها عن الخيار الذين أسندوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الأحبة هي المعاني الجليلة التي ينبغي أن نستشعرها عندما نتحدث عن هذا التعليم الراقي المتميز الذي يحمي هذه الوراثة ويصون المنتسبين إليها. فنحتاج في الختام من أجل أن نفلح أن نستشعر هذه المقاصد وأن نستعين عليها بحسن التشخيص وحسن البلاغ وحسن التوجيه ودلالة الناس على سعادتهم وأركان هذه السعادة والاجتهاد في خدمة هذه المقاصد بالانتساب إلى الأمة وخدمة ثوابتها الجامعة التي تضمن لنا الوحدة والأمن والاستقرار. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يصلح شأنكم وأن يجعلكم علماء عاملين مؤتمنين على وراثتكم خادمين لثوابت أمتكم مثالا في أقوالكم وأفعالكم وأخلاقكم. ونسأل الله تعالى أن يكافئ المحسنين الذين أعطوا في هذا البلد مثالا ببذلهم وسخائهم وجودهم وعطائهم واحتسابهم لهذه الخدمة، رجاء أن يأمنوا إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة. وهذا أمرنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.